محمد كان محق حقيقة، كان محق، مدرب يعرف إمكانيات فريقه والخصم المنافس. وهدف ثالث، هدف جميل، هدف جميل ورائع. تجاسر، تقدم، انطلق وتبادل الكرة مع المغربي اللي مررها بشكل متقن، وسوء تغطية من يامن يونس. ولاحظوا رغم متابعة ياسين عبد الله، عبد المجيد الجيلاني بتسديدة واحدة بالقدم اليسرى يسكن الكرة على يسار إيهاب إبراهيم.